عن معنى القضاء أيضا. القضاء بينا معنى وهو قضاء الله سبحانه وتعالى وتقديره للأشياء وإرادته لها، فكل شيء يحدث أو كل شيء يكون فإن الله قضاه وقدره، ولو لم يقضه ويقدره لم يحصل. نعم. جزاكم الله خيرا. إن الله قدر مقادير الخلائق، ما معنى هذه العبارة؟ هو نفس الكلام الذي بيناه، فهذا السؤال متكرر وبمعنى واحد. طيب.